ممكن تعرفنا بنفسك؟ دكتور وائل هلال، أمين صندوق مساعد النقابة العامة للسياد. دكتور أمين، حضرتك يعني معتصمين هنا، إيه أهدافكم من الاعتصام دوت؟ والله زي ما حضرتك عارف إن إحنا فوجئنا زي ما فوجئ المجتمع الطبي كله بصدور مشروع حوافز معيب من وجهة نظرنا لا يلبي الحد الأدنى من مطالبنا اللي اتكلمنا عليها، سواء الأدبية أو المعنوية أو المادية، اللي بترتقي وتطور المنظومة الصحية كلها. وخرج مشروع معيب يدي شوية حوافز بقى، وممكن كمان ينقص من الناس، ومخلي الصيدلي والطبيب وعضو الفريق الطبي زيه زي إخواتنا العمال، مع احترامنا لكل العمال، في الحد الأدنى للأجور. طيب، مجلس نقابة الصيادلة هل ناوي ياخد خطوات تصعيدية بخلاف الاعتصام اللي موجود هنا؟ احنا كأعضاء مجلس نقابة واللي أقرته الجمعية العمومية بدأنا في خطواتنا التصعيدية، زي ما حضرتك شايف النهاردة اليوم الرابع للاعتصام. في إضراب النهاردة كان للصيادلة الحكوميين، وسيستمر أسبوعيا، وينضم إليهم إن شاء الله الصيدليات الأهلية اللي هي في الشارع، لأن لها مطالب أخرى كثيرة لم تلبى ولم تتحقق، وده هيكون يوم 26، وننتهي إن شاء الله بالجمعية العمومية يوم 1 مارس ليقرر الصيادلة مصيرهم بإيديهم إن شاء الله. طيب حضرتك، في اتجاه للتنسيق مع باقي نقابات المهن الطبية، نقابة الأطباء أو الأسنان، خاصة يعني أن مطالبكم واحدة، الكادر اسمه كادر المهن الطبية؟ احنا طبعا زي ما حضرتك مطالبنا مشتركة، وكان في جمعية عمومية لاتحاد المهن الطبية انبثق عن هذه الجمعية لجنة مشتركة من النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، قعدنا وانا كنت احد اعضاء اللجنه ديت، وكان ممثل فيها الثلاث نقابات الاخرى، واعددنا وثيقه او صيغه لوثيقه مشتركه بمطالبنا المجمعه واعتراضاتنا على مشروع الحوافز. كان يفترض ان قرار الاتحاد يكون ملزم للنقابات الاربعه، فوجئنا لظروف داخل مجلس نقابه الاطباء لا اعلمها في الحقيقه، وده قرارهم طبعا، بيقولوا ان احنا قرار الاتحاد مش ملزم لينا، واحنا ملتزمين بقرار مجلسنا، ولم ينضموا الينا في اضراب 22. انا ارى ان الاتحاد قوه، وانا ارى ان احنا لا يجب ان احنا نتحرك كل نقابة لوحدها، بل على العكس كلنا نحمل نفس الهموم والآلام. الوضع ده ظلمنا كلنا، كلنا بدل عدوانا ما زال 19 جنيه، كلنا بنتعرض للعدوى وبنموت، العدوى ما بتفرقش بين طبيب وصيدلي وبيطري وأسنان. أنا بدعو الزملاء في كل النقابات للانضمام لاعتصام نقابة الصيادلة، وليكن اعتصام موحد للنقابات الأربعة، وإعادة تفعيل هذه الوثيقة بمطالب موحدة. وبأطلب تحديدا من السيد نقيب الأطباء اللي طلع وقال إن المشروع كويس مع الوزيرة، أن يتعامل باسم بالوضع الذي ينبغي به كرئيس الاتحاد المهن الطبية، وأن يعبر عن مطالب أعضائه. يعني إحنا النهاردة كل الناس رافضة مشروع الحوافز الهزيل، فيجب ان احنا نكون معبرين عن اصحاب عن الناس اللي احنا بنمثلهم وبندافع عن حقوقهم، يجب ان تكون مواقفنا وتصريحاتنا متسقه مع هؤلاء الناس، واحنا مستمرين في التصعيد لاقرار قانون كادر طبي عادل يصلح المنظومه كلها، مش شويه حوافز هزيله وبتدي صلاحيات لرئيس لمدير المستشفى او رئيس الاداره ان هو ينقل الناس براحته، ان هو يدي تقييم للناس براحته. النهارده ديوان الوزاره بياخد الاف مؤلفه لا نعلم عنها شيئا، والطبيب والصيدلي حديث التخرج بياخد 1000 جنيه اقل من الحد الادنى. لن نقبل بهذا الامر اطلاقا، ومستمرين في التصعيد وفي الاعتصام ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا دكتور.